السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المبدعين. أهلا بحضراتكم. احنا اتكلمنا في حلقة سابقة ان احنا استخدمنا ترياك BT137 في عمل إضاءة أوتوماتيك عند حلول الظلام. النهاردة عايزين نعمل فكرة جديدة برضو ان احنا نتحكم في الإضاءة عن طريق الصوت زي الإضاءات اللي بتبقى موجودة في الأفراح، يعني يعتبر يعني كازينة مثلا تقدر تستخدمها مثلا في الأفراح في أعياد الميلاد. هنستخدم نفس الطريقة ان احنا استخدمنا الترياك ومقاومة ضوئية بحيث عند حلول الظلام تضيء اللمبة اوتوماتيك. استخدمنا الترياك BT137 بيستحمل حتى 500 فولت 8 امبير. استخدمنا طرف اللاين بيدخل معانا بالرجل رقم 1 اللي هي طرف الانود، طرف الكاسود اللي هي رجل رقم 2 بيخرج معانا الى يعتبر ده طرف الخروج الى طرف اللمبة 220 فولت او طرف الموتور 220 فولت. طرف الجيت الطرف الثالث معانا مقاومة قيمتها 270 كيلو اوم مع طرف النيوترال او اللاين، يعني طرفين دخول الكهرباء ايا كان، لان احنا ممكن نعكس الفيشة برضه هتشتغل ما فيش اي مشاكل. في طرف الجيت وطرف رقم 1 هنستخدم مقاومة ضوئية. هنجيب دلوقتي مثلا مضخم للصوت ايا كان او اي بوردة نستخدمها لتضخيم الصوت بحيث يدخل لها طرفين الايديو. نظام تشتغل مثلا بخمسة فولت هتخرج لنا طرفين للسبيكر. هنستغنى عن السبيكر وهنستخدم لمبة ليد وهنوجه الأشعة الخاصة بها ناحية المقاومة الضوئية، يعني الصوت اللي احنا هنشغله هنلاقي الإضاءة تشتغل عليه. هنصمم مع بعض الدايرة. يبقى طرف المقاومة الضوئية هيوصل بطرف الجيت الطرف الآخر هيوصل بطرف رقم 1 للترياك. هنجيب مقاومة قيمتها 270 كيلو اوم الوانها احمر بنفسجي اصفر ذهبي هيوصل معنا بطرف الجيت الخاص بالترياك. طرف منهم هيكون نفس طرف المقاومة. هنوصل الطرف الثاني لللود هيوصل معانا بالطرف الأوسط أو طرف الكاسود الخاص بالترياك يعتبر النقطة رقم 2. هنجيب لمبة 220 فولت توصل معانا. أما بالنسبة لطرفين الدخول واحد فيهم بيوصل بالنقطة رقم 1 والتانية هتوصل معانا بطرف المقاومة وطرف اللمبة. زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا بوردة لتكبير الصوت، مكان السبيكر استخدمنا ليد زي ما وضح امام حضراتكم، وادي طرفين الدخول الايديو باستخدام الهاتف. طبعا احنا الهاتف ده استخدمناه في اكثر من فيديو سابق ان احنا استخرجنا منه كابلين لعمل مشاريع هامة جدا. هنوصل هنشغل
زي ما واضح أمام حضراتكم إن في إضاءة. هنقلل الإضاءة أو ممكن نعمل جسم معتم حوالين المقاومة الضوئية زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نستخدم صوت تاني. نستخدم صوت تاني. طبعا لو عملنا غلاف معتم للمقاومة الضوئية هتكون الإضاءة أدق عن كده. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم ممتعا، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.